and Mr. Schwint of France, the referee stopping the play until we remove the dog. مواقف وطرائف كأس العالم. برضو يعني شوية فرفشة. كأس العالم مش بس جد وبتاع، برضو بيحصل حاجات هلس. أبو تقل دم أمك. أشهرهم إن مارادونا مرة جاب جون بإيده. بصوا يا جماعة، ده فاول عادي جدا واللعيبة مستنية الحكم يصفر، بس حصل حاجة غريبة جدا. أول ما صفر جري واد من الحيطه شاطها. هو غالبا ما قالولوش قوانين اللعبه حتى. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. احلى حاجه في لعبه الكوره تعمل البلوه من هنا وتقف قدام الحكم تستهبل. بص رايح كانه مظلوم. انا بالنسبه لي من الحاجات الهلس اللي حصلت في كاس العالم اللي مصر عملته سنه 90، ان احنا جبنا جون وقاعدين بقى بنضيع وقت ناخد الكوره نديها للجون. شوبير ياخد الكوره يديها للمدافعين والمدافعين يدوها له يمسكها يديها للمدافعين، حتى طلعوا قرار ممنوع نمسك الكوره. فهموا انه في ناس عادي ممكن يجوا يبوظوا لهم اللعبه. ده بعدين طلع قاعد يشتم، ايه دي الكوره ديت وايه دي دي، انتوا جايين تعملوا ايه؟ انتوا ضيعتوا 85 دقيقه من 90. في مره قبل نهائي كاس العالم كانوا قرروا مين الحكم، قامت طلعت مرات الحكم على السوشيال ميديا وكتبت انتوا ازاي جايبينه حكم كاس العالم ده، مش عارف حتى يحكم في بيته. حكم كاس العالم طلعت قلت منه قدام العالم كله قبل تقريبا اهم مناسبه في حياته. في من القصص اللي بحبها جدا بتبين عداله القدر. مره المانيا لعبت انجلترا وانجلترا كسبت بجون ظلم. عدى سنين كتير المانيا لعبت انجلترا تاني، قامت المانيا كسبت ظلم. فتحس خلاص خدوا حقهم يعني، وماتشين مشهورين قوي.